طبعا مشاهدينا طلعنا من رمضان والعيد وكثير ناس زاد وزنها وصار وقت نرجع للحياة الصحية والأجعلة. طبعا احنا كل يوم احد راح تكون عندنا وقفة للتغذية واكيد اليوم لازم نتكلم عن كيف ممكن نرجع نخسر الوزن اللي زدناه خلال رمضان والعيد. يعني رمضان كارثة والعيد بعد كارثة ثانية أكبر، وكيف ممكن نرجع نزيد الحرق الميتابوليزم اللي انخفض خلال شهر الصيام وتلخبط خلال أيام العيد. هذا اللي راح تكلمنا عليه خبيرة التغذية والصحة لما نائلي. أهلا وسهلا فيك، كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير ويومكم سعيد. أهلين. طبعا احنا يعني أنا عن نفسي شخصيا كل رمضان أنا بسوي كويس الحمد لله، لما رحت جدة الله وكيلك طبعا من عزايم لعزايم، بعدين العيد عشان تعيد على بيوت، قهوة شوكولاتة معمول بسندويتشات، أكل في الليل، فكيف يعني الجسم مصدوم شويتين، فكيف نقدر نرجع للايف ستايل يكون هيلثي، بس كمان الواحد ما يبغى انه يكتب على نفسه صراحه. صح 100%. نحن هلا في كثير ناس زاد وزنها بالرمضان او العيد وفي ناس ضعفت، اليوم نحن حنحكي عن اللي زاد وزنه وشو ممكن انه يعمل. اهم شغله انه نبلش صح، يعني نبلش يومنا صح، نفطر فطور صحي. كثير مهم انه نرجع نعود حالنا انه نحن ناخذ وجبه الفطور حتى نرجع نفيق الحرق والميتابوليزم كثير منيح. واهم شيء كمان انه ناخذ كل 3 ساعات وجبه، وقبل النوم بخمس ساعات نوقف اكل. هلا في ناس بتقول قبل النوم بسبعة من ساعات، انا ما بقول هيك ابدا، بنقدر ناخذ وجبه خفيفه قبل النوم بخمس ساعات، ما نحرم حالنا من ساعات برضه كثير، يعني ما نجوع جسمنا. شو خمس ساعات برضه كثير قبل النوم؟ لا كمان مشان هضم صحي، اذا كنت كثير جوعانه قبل النوم ممكن تاخذي زبديه لبن مع شويه ملعقه شوفان كرمال تقدري تنامي مزبوط، لانه كمان في عنا اشخاص هلا عندهم مشكله بالنوم، هي عم تسبب لهم كمان انه الحرق ينزل. مشان هيك بدنا نفطر صح، ناخذ 5 وجبات باليوم، نرجع ننظم نومنا، ننام مزبوط 8 ساعات، لانه النوم بيعلي الهرمون الشبع، وقت بتكون نايم مزبوط بتكون الميتابوليزم تبعك عم يشتغل صح. بقى ناموا منيح واشربوا مي كثير منيح، يعني اللي ما بيشرب مي هو يلي جسمه عنده جفاف وعنده جوع اكثر. طيب لما خلينا نقول لك على شغله بعد، مثل ما قالت يعني ساره من شويه انه من جد في رمضان كارثي كان بالنسبة لكثير من الناس وبالنسبة للشباب خاصة وحتى في كثير من البنات، وش اللي عانوا منه؟ إن في فترة رمضان ما تقدر توصل لاحتياجك من البروتين، فأنت تأكل تقريبا نسبة 45% إلى 50% من البروتين في الأيام الطبيعية، فنزلت نسبة العضل بنسبة كبيرة جدا بعد رمضان. صحيح. فكيف الحين ممكن إن حنا نسوي عملية إنقاذ البروتين هذا؟ هلا نحن بدنا نرجع نغذي جسمنا بطريقه صحيه ونعطيه البروتينات الضروريه. رح اعطي مثال عن يوم كامل شو ممكن نتروى ونتغدى ونتعشى كرمال نعوض البروتين، ننحف نخسر دهون ونعلي الميتابوليزم. اول شيء ممكن ناخذ الصبح، ممكن اذا صبيه تاخذ بيضه واحده، اذا شاب ياخذ 2، يحط معها الصبيه 3 حبة أفوكادو، الشاب ممكن ياخذ بالنص لثلاث ارباع، ونستغني عن الولد دائما حظه أكبر في هذه الحياة لأنه وزنه أكبر وبيكون حجمه أكبر. نستغني عن الخبز بس خلال أول 3 أيام من هاي الحمية، ناخذ خس، ناخذ فليفلة، ناخذ أي شيء خضرة نقدر ناكل فيها مزبوط، نشرب مي كتير منيح، وبعد وجبة هاي وجبة الفطور اللي هي بتعمل بوستينج للإنرجي وللميتابوليزم، ناخذ مشروب، نجيب ماء، نغلي مي، نحط فيه عصير ليمونة، نحط فيه مقدار ملعقة صغيرة من الزنجبيل الفريش، ملعقة صغيرة من الكركم الفريش مبشورين، وبعد منها بعد ما يبرد شوي نشربها. في ناس بتحبها شوي فيها حلو، حطوا لها ملعقة صغيرة كتير من المانوكا هاني لأنه صافي بس، أو أي عسل صافي بتحبوا. بعد منها بتقريبا ساعة ونص لساعتين. هذا الماي ايش فايدته؟ يعني هي بتعلي الحرق وبتفيق الحرق بالجسم، بترفع المناعة كمان، وبترفع المناعة وبتنظف الكبد، وكمان بتعمل توازن بالفلورا المعوية، يعني بتخلي البكتيريا النافعة والبكتيريا الضارة متوازنين بمعدتك، وبالتالي جهازك الهضمي عم يشتغل بطريقة صح. لما أنا أشوف في كثير من الناس يسوون يجيبون مثلا يعني علبة كبيرة من الماء ويحطون فيها خضرة بالضبط ويخلونها طول اليوم، فهل هذا بعد شيء ممكن يسوونه ولا؟ نحط فواكه أو خضرة، يعني نحن عم نعمل الماء صحية أكثر، بس هي ما بتنحف ما بتضعف ما بتعمل شيء. هلا هذا المشروب هو بيعلي كثير الحرق اللي حكيت عنه. هلا بعدين
سناك ممكن ناخذ جرين ابل نص تفاحه مع ملعقه صغيره من زبده اللوز العضويه. اللي بيستصعب يشتريها يشتري زبده الفول السوداني. ما نحن انا ضد اني عجز الناس وجيب مكونات من غير كوكب. دائما في بدائل لكل شيء. اكيد. وجبه الغداء طبعا انا افضل اسماك، افضل انه نوقف تماما عن اللحمه والدجاج، بعدهم نريح جسمنا. ما شاء الله يعني في ناس ابدعت بالعيد باللحوم والدجاج. ناخذ اسماك، ناخذ قطعه سالمون او قطعه وايت فيش جنب منا، لانه اخف بكثير صراحه. بكثير. جنب منا ممكن ناخذ بروكولي، ممكن لازم يكون في دهون صحيه كمان بالوجبه. يعني ممكن نحط زيت زيتون، زيت السمسم، زيت الافوكادو واحنا عم نطبخ. وناخذ 1 كوب من البقول، يعني فاصوليا حمراء، عدس او فول او حمص. انا افضل العدس كثير منيح، ونحط له ليمون كثير منيح. بعد منا عندنا سناك ممكن يكون الفواكه اللي جلايسميك اندكس او مؤشر السكر منخفض فيها، اي نوع فواكه نحن بنحبه منخفض السكر. بعدين على وجبه العشاء فينا ناخذ سلطه خضره مشكله، فينا نحط فيها 1 كوب، الكوب يعني بعد الطبخ تقريبا، بعد الطبخ طبعا كوب الكينوا انا عم بحكي. نحط بيطلع تقريبا 240 ملي الكاسه الكوب. بنحط سلطه مع كينوا او سلطه مع اي نوع بقول، او ممكن سلطه نحط لها كمان شيء بنحبه، جبنه ممكن نحط لها، او ممكن كوب لبن مع شوفان. طب لما هذا المنيو الخمسه كورس منيو هذا ثلاث ايام هذا ثلاث، انا في يوم واحد هذا ممكن ناكل. لا بس هذا توتال كالوري كم تقريبا؟ هلا انا اللي حكيت هو نظام يوم واحد تتبعي 3 ايام. اوكي. هذا وقت الصبيه حكيناه فيها في 1050 كالوريز، للشاب 1300 لانه زدنا الكميه حكينا 1050 كالوري بس. 1050 ايه. طبعا بنزيد ملعقه طعام من الشيا سيدز خلال اليوم 3 ايام لحتى ننشط الميتابوليزم. في جود فاتس وفي جود اماونت من البروتينز، في خضره كثير وفي كينوا وفي افوكادو صحي كثير. بعد منا بنرجع بندخل الكاربس تدريجيا. أنا لما سألتك على موضوع الكالوري، لأنه في كثير ناس تقول لك كل هذا الأكل أكيد ما حأنحف، لازم أخذ أقل، ولما يعتقد أنه أقل أنا ما شبعت، فمثلا يختصروها على وجبتين، ما شبعت يقوموا يأكلوا شيء دسم، وهذا الدسم ممكن يغطي لك 3/4 الكالوري اللي إحنا مفروض ناكلها. هي المشكلة، الناس عم الحمية اللي أقل من 1000 سعرة حرارية هي حمية بتضر الجسم أبدا، ما بتنفعه وبتروح العضلات. بدي أقول لا تنسوا تشربوا كثير منيح مي، وقبل رمضان عملنا حلقة على الماتشاتي، الشاي الأخضر والشاي الأبيض اللي هن من اليابان، إذا صعب الحصول عليهم جيبوا شاي أخضر حطوا قرفة، القرفة كتير بتعلي الحرق. حلو. على طاري الماي، في كثير من الناس يقول لك أنا ما متنت بس أنا جسمي يحبس الدهون. احتباس موية كذا، تسمع كلمات غريبة. أي عذر بس المهم يودي الوزن. ملح بتحبس الماء. لا هو في بعض الأحيان يكون أعذار صحيح، بس في كثير من الأحيان هو واقعيا يعني صح. هذا اللي صاير. فإيش ممكن إن الواحد يسوي عشان يتخلص من الماي مش من الماء؟ هلا أول شيء بدنا ننتبه ما يكون في اي مشكله طبيه بهذا الموضوع. في صبايا بيكون عندها خربطه هرمونيه، اول شيء بنراجع اخصائي الجاينيكولوجيست الطبيبه النسائيه نتاكد ما عندنا مشكله، لانه هو مؤشر. هلا من الناحيه التغذويه حنحكي نوقف المخلل، نوقف الملح، نوقف المعلبات والشيبس والملح العالي وصلصه الصويا يلي عم تنحط بكثره بهالايام. سو لما ايش علامات انتفاخ يعني احتباس المويه؟ بنمسك الايد، اذا ضغطتي انت على ايدك وعلم اصبعك فتره زمنيه طويله بقدر اشوفها انا هلا اذا بتحبي. لا شوف ايه الماي زايد عندك ما شاء الله انت. لا الماي زايد عندك والله خساره وطلع وزني. هو طبعا الاشخاص اللي عندهم ووتر ريتنشن ما بيكون جسمهم مرطب كفايه، بيكونوا بياخذوا كثير قهوه وشاي وكافيين عم تروح المي. بقى بدي اقول انا اشربوا مي مزبوط كثير منيح، وخصوصي هلا الرطوبه زادت والحراره زادت، خذوا من 2.5 ل3 اللي عايشين بدول الخليج، لانه عندنا الرطوبه عاليه. وقت تسافر بلدان أخرى، بلاد الشام أو أوروبا، ممكن تنزل كمية الاحتياجات المي أقل بنص لتر. وناموا منيح. هو فعلا الموضوع مهم، لانه احنا مشكلتنا بس عشان نحر والحر يزيد يقوموا يعلي المكيفات جوا، لما ندخل في المكيف ما نحس بالحراره فما نعطش، ننسى نشرب ننسى نشرب ماي. شكرا لك لما، يعطيك الف عافيه. تسلمي. ترى لما ما شافت من شوي عادل هو ماي، ترى هلا ماي هو. والله الله يسعدك. اللي زاد عندنا ماي بس. الله يسعدك.